بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنقول موضوع ظريف قوي. احنا سمعنا ان في شهادات ادخار اسمها شهادات ادخار رد الجميل. حاجه ممتازه عاملينها تقريبا وزاره التضامن او ما اعرفش مين مع بنك ناصر. انما هي الفكره في حد ذاتها، الفكره انك تعمل شهاده ادخار بفائده مختلفه لفئه معينه او شريحه معينه، انا شايف ان الفكر اقتصادي واجتماعي صح 100 100. وهنقول ليه وهنستعرض الموضوع. الشهادة رد الجميل هي معمولة عشان فوق السن 65، الناس اللي هي وسموها رد الجميل عشان الناس دي اشتغلت وتعبت، فالمفروض هم بيقولوا ان رد الجميل ليها هيبقى ان احنا بنديهم شهادة اعلى شوية، خصوصا طبعا ان احنا هيخفضوا سعر الفايدة على الشهادات اقتصاديا مطلوب عشان تنمية حركة السوق وتخفيض الفايدة على الأقراض وكده. اللي بيصدر الشهادة دي بنك ناصر الاجتماعي على ما فهمنا، والهدف منها مساعدة كبار السن على مصاريف الحياة بعد الغلاء، خاصة بعد الأعباء الكتيرة اللي طلعت، وإن هم لازم يخفضوا الفايدة عن الفايدة العالية دي، مش طبعا مش هتستمر، ممكن تنزل ل 12 مثلا. قال لك يبقى برضه في ناس بتستثمر فلوسها، ومين الاولى اللي هم دول. ده كلام ممتاز جدا 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 ومبتكر، يعني انا سعيد جدا لما سمعت هذا الخبر، يعني تفائلت جدا. مبدا نفسه ممتاز، ليه؟ بيوفر نجاح او عامل اقتصادي واجتماعي كويس، ودي الميزه اللي فيه. اقتصاديا هو هيعمل ايه؟ اولا الودائع هتزيد، الوائل لما بيزود هو العائد فالناس كتير هتحط ودائع اكتر، فهتوفر سيوله للناس اللي عايزه تشتغل، ومش هيشيلوا فلوسهم بقى الناس اللي هم خايفين على نفسهم. ما انا معايا دلوقتي قرش وانا كبير ما اقدرش اشتغل، هودي في ايه؟ يا اما هشتري دولار واشيله، يا اما هحطه في حاجه شركات توظيف، يا اما يعني مش هقدر احطه ب 12% والغلاء زي ما انتم شايفين والدنيا. طب وفلوس بتتاكل، هيضطر يحطه في حاجه ممكن دول عليه فلوس خالص، احطها في مشروع، واصلا الناس عايزه امان في الوقت ده. فده هيساعدني على اني احط فلوسي في البنك للناس دي بالذات اللي هي بتبقى كبرت وخلاص، انا عايز المبلغ ده يعيشني يكمل على المعاش واعيش بيه. فده كلام مظبوط اقتصاديا جدا، هو هيزود عوائد الناس دي في البنك، وفي نفس الوقت هيخفف العبء عن الحكومة كمان في حاجات. أنا النهاردة لما يكون معاشه 2000 جنيه ولا بتاع، وهو عنده دواء ب1000 جنيه ولا كده، ومضطر ياخد الدواء من الدولة أو ما خدوش حتى بيضطر يتعالج محتاج، فده هيساعده حتى إنه يوفر جزء من العلاج لنفسه. فبرضه في الآخر هو هيعود على زائد، إن الفلوس دي هتنزل السوق، هيشتري بيها جزمة، هيشتري بيها بنطلون، هيشتري بيها جاكيتة زيادة. هو طبعا الأكل والشرب هو ده بيجيبه، مش هيقدر يعمل فيها حاجة، إنما العائد الزيادة ده هيصرفه في حاجة كويسة، الحاجة دي هتفيد السوق، هتحرك السوق ولو بسيطة، لكن هيعمل مصلحة. اجتماعيا بقى هيخلي الموارد الإضافية دي تخلي الناس دي تعيش حياة شوية، قدرتها على تنمية موردها اللي هيبقى عندها يعني دخل يقدر يعيشها شوية، هتوفر له الأمان، وده أهم ما في الموضوع. أنت بتديني استقرار وأمان. أنا دلوقتي عديت ال 65، عايز احط معايا قرشين فاضلين، معايا عربيه مش محتاجها هبيعها واحط فلوسها بالبنك، اولادي عايزين يصرفوا عليا ويساعدوني بدل ما يدوني كل شهر حاجه، هيحطوا لي ويعملوا لي وديعه في البنك، هتزود على المعاش، هعيش مستريح، هبقى مطمن، هيوفر لي بقى حاجات كتير الاطمئنان ده. زائد ان الناس التانيه اللي هي ما هياش مستفيده منه، اللي هي اقل عمريا، هي نفسها هتطمن لده، وهيخليها هي كمان عايزه تبتدي تحوش عشان لما تكبر تعمل وثيقه من دي تقدر تعيشها. يبقى برضه هنا بساعد على الدخل. طيب ايه المطلوب او ليه احنا عملنا يعني احنا طبعا الموضوع ده حلو جدا وعايزين يعني عايزين نعممه بقى. ما يبقاش في بنك ناصر بس ولا للموظفين ولا لبقى. لا انا عايزه ده يبقى لكل من هو فوق سن ال 65 مثلا زي ما قالوا، لازم ياخد فايده ما تقلش 15%، وتكون الشهاده 5 سنين على الاقل وتجدد كمان. اديله امان واطمئنان، يمكن الشهاده تكون مثلا من 10 ل 500,000 كحد اقصى للفرد، عشان ما يبقاش برضه يقول طب ما هو هيحط فلوس كلها، لا تبقى على حدود برضه، بحيث ان هي في الاخر تديني نسبه
تزود المعاش. انا عملت زياده للمعاش، فكره حلوه قوي، من غير ما اكلف الدوله حاجه، بالعكس الدوله تستفاد بالفلوس دي، انها هتتحط وهتسلفها وهتشتغل وهتتدور، وفي نفس الوقت الراجل مش هيخاطب، فهيبقى احسن له ان هو يحط فلوسه في حاجه امنه، لان خلاص مش باقي من العمر كتير ان انا خاطب، ودون اخر ما عندي مثلا. فده هيبقى على الاقل بوفر له مثلا زياده في المعاش 25%، يعني بعمل حاجه ايه مصلحه. كمان في نقطة مهمة عايزين نقول عليها، أنا يعني وجهة نظري، هي مش رد جميل، ده حق، حق للمواطن الكبير ده إن هو ياخد كده وتأمنه وتعيشه وكده. فأنا بفضل يعني لو اقتراح ما تبقاش رد جميل، لكن تبقى شهادات الكبار. هو مش رد جميل، ماهوش منا، لكن هو واجب على الحكومة وهو حق مطلوب. فده دي وجهة نظري يعني، كمان الاسم نفسه يتغير. طيب الفكرة بقى عموما، الفكرة الهايلة دي واللي فكر فيها تسلم ايديه، فكرة كويسة جدا. عايزين بقى نفكر بنفس الطريقة في حاجات تانية. أنا عندي الصناعة مثلا في الضرايب، لازم أفرق بين الصناعة والتجارة والاستيراد والزراعة. ما ينفعش إن أنا حاسب نشاط، كان زمان في فرق تقريبا 32% للمصانع 40%، لا دلوقتي أنا وحدت. طب لا، أنا عايز الناس تروح فين؟ تتصنع، تنتج. طب وبعدين جوه نفس الحاجة، الصناعة نفسها جواها في اصناف من الصناعه محتاجه ان انا اشجعها وانميها اخفض، ليه ما يكونش فيه الفكر ده، ان انا اقول انا محتاج كذا، فالضريبه على المنتج، على اللي هينتج مش عارف ايه، زي ما عملنا قبل كده، كان في اعفاءات لاماكن، كان في لا، يبقى في حاجات قطاعيه انا محتاجها تختلف، صناعه، زراعه، تجاره. طب الصناعه نفسها واحد صغير حرفي عايزه يكبر، محتاج الصناعات دي، والصناعات دي عايز يشجع ناس تدخل فيها، يبقى ده كله يبقى مرتبط برؤية كويسة. كمان في حاجة تانية مهمة جدا عشان برضو نشجع الناس، وده في الاستثمار برضو رؤية وفكر لازم يعني نبتدي نفكر فيه. انا النهاردة لو واحد بيشتغل وبياخد مرتبه كله بيحطه في بيعلم بيه ولاده وعايز يعلمهم كويس، ما ده لمصلحة البلد، وبيحاول يعالجهم كويس برضو لمصلحة البلد، وبعدين ده دور البلد. طب ما تشيله ده من المصاريف بتاعته. افرض ان انا بشتغل في شركه اجنبيه ولا في شركه كده وباخد قرشين كويسين، والقرشين الكويسين دول بحطهم في التعليم، بعيش اقل من اللي حاطط ولاده في مدارس حكومه. طب ما انا بوفر لك حكومه وبخليكي في نفس الوقت بنطلع تعليم كويس، ها، عشان يخدم البلد، وفي نفس الوقت استثمار ده ليكي برضه. يبقى ليه انت ما تحطيش ده مصروفات، يعني حاجات بديهيه، دي كلها حاجات تطمن الناس وتخليهم يبقى اكثر مواطنه واكثر حرصا، وهتنمي القطاع يعني الاقتصاد اكثر، وهتعمل مصلحه كبيره. يا ريت الموضوع ده يتاخد بجديه ويدرس ويتحسب، هيجيب نتيجه كويسه. ده من ضمن الوجهات اللي هي احنا بنتكلم فيها لمصلحه الناس كلها، ونطمئن والناس ما تمشيش من البلد، وتقعد الشباب ويحس ان في امان، واللي بيشتغل عارف انه لما يكبر هيلاقي، مش هيبقى مش هيجيله العوز زي ما الريس كان بيقول. مش عايزين كده، احنا عايزين ده يبقى حياه كريمه لكل الناس وبدون اعباء زياده. احنا ده لمصلحه الدوله، ده هتكسب منه الدوله مش هتخسر، ده استثمار للدوله اكتر منه الافكار الجميله دي اللي هي اذا كان حد حط اللي هي الفكر ده كويس، ونحطه نعممه في الضرائب، نعممه في التعليم، نعممه في الكلام ده، هيساعد في حاجات كتير. اشكركم وارجو ان يكون حد يوصل الصوت ده او يوصل للمسؤول ويدرسوا الموضوع ده، وان شاء الله يكون في خير. شكرا، اخوكم سلامة حمزة.